مناسبه شهر رمضان المبارك تيكون اقبال من عند متى تكون 20 في الشهر تيكون العواشر تيشريو الناس شي بركه على حسب العائله. كاين افراد كاين اللي عنده 10 الافراد تيدي كيلو مثلا ولا كيلو ونص، كاين اللي عنده 4 الافراد تيدي نص كيلو على حسب العائله. عندك النوع ديال الحلوى شنو؟ جميع الانواع ديال الحلويات تنعملوهم ديال الافطار ديال الاتاي اولا ديال الافطار ديال الفطور، منهم الرغايف، رزيزه، بغرير، تريد، من انواع ديال الاتاي، منهم كعب غزال، كعك، صابلي، على انواع الاشكال ديالو، جميع الحلويات تنعملوهم. والاثمنه يعني اثمنه مناسبه ماشي لا اثمنه مقرره دائما 60 درهم الصابلي عادي. واللوز تنعملو تنبيعو ب 120 درهم حيت اللوز تيعمل لهم 90 درهم. الأثمنة مبروك عواشركم بعدا، الأثمنة مناسبة الحمد لله. كاين الحلويات روميين، كاين الكعاب، الصابلي، كاين الرغايف، الحلويات ديال كل سنة الحمد لله الأمر، كاين شوية ديال الإقبال ديال البيع والشراء الحمد لله. وهذا العام مختلف ها شوية ناقصة شوية الحركة ولكن اللهم لك الحمد الحمد لله. الأثمنة مزيانة هذا العام وكاين البركة وكاين شنقول لك. أوه عواش مبروكة وكلينا خبيز والأثمنة ناقصة ولكن اللوز غالي هذا العام، اللوز هو اللي غالي. شوفوا دابا مع اقتراب يوم العيد كتلقى الناس عليهم إقبال على جميع الشيوات اللي كتكون شيوات ديارية اللي كتكون شيوة شوية بلدية بحال البريوات كتلقى البسطيلة أكشرية الورقة ديال البسطيلة اللي كتلقى عليها إقبال في هذا اليوم العيد. وكتلقى أنت كما كتشوف الناس كاع الناس خارجين بوليداتهم باش كيحتفلوا بداك الطقوسات ديال الشعبية ديال مدينة الرباط الأصيلية اللي كتعطيك واحد المبادئ وكتخليك كتشوف الناس خارجين بوليداتهم صغار كاين اللي كيكسيهم كاين اللي كيشريهم افطار اكثريه الناس كيفطروا على برا هنا في الودايه ولا والعيد كيدوز في مدينه الرباط من احسن الاعياد واللي جا لمدينه الرباط مرحبا به.